الخامس من أركان الإيمان. ركن تي برام أمبي ركن إيمان. الإيمان باليوم الآخر. يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. خروج الروح. وقبض الملائكة للروح. ثم هذه الروح تعود إلى الجسد عندما يدفن في قبره. يسأل عن الأسئلة الثلاثة. نعيم القبر، عذاب القبر. البعث بعد الموت. الجنة، النار. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. الرول بركة